اليوم. كيف ما نقول لك الحمد لله بعد القتاليه تاع التوابي اللي بقينا مامنين براسنا حتى الاخر دقائق في الجلبيت. في الاول ما بجيناش مزيان بحكم كنا موافقين تندخلوا امام جماهير ديالنا اللي كانوا تعاونونا بزاف. اليوم جينا لقينا راسنا في التيران خاوي، ما دخلناش مزيان في الماتش، ضيعنا بزاف البيوتا. المهم دخلنا في المطه الثانيه عازمين بحكم الخطاب اللي عطانا المدرب، عازمين باش نحققوا 3 نقاط حيت في الملعب ديالنا اللي بنحققوا الصعود خصنا ما نزقلو حتى نقطه هنايا، وان شاء الله دابا نفكوا في الماتش الجاي اللي نتمنى بيكون يكون بحضور الجماهير. شنو هو السر وراء التالق هذا العام اخويا احمد؟ واش نقول لك، لاعبين بنيتنا، لاعبين فهمتي كيف نقول لك، بروح تاع حيت حنا ولاد الفرقات نحاولوا ما امكن نضحيو ونعطيو اللي في جهدنا، وحتى الدوري خونا ما تيعاونوني ماشي بوحدات كاع الدوري تيعاونو والحمد لله اخويا على هادشي. دابا راه اي فرقه اخويا عبد الوارث تدوي تجي راه تدوي تلعب معنا اغريسيف حيت اش الكوكب اجي وحنا بروميانين. هادشي هذا الحمد لله، هاد الرباح هذا تنجيو للجمهور اللي ما حاضرش لي صراحه اثر فينا حيت اش الجمهور هو رقم 12، والحمد لله تنبغيو نجيو هاد الانتصار اليوم واخا جا صعيب شويه، والحمد لله غادي نقول لهم بالله راه الكوكب ديما كاينه ان شاء الله، وان شاء الله غادي نحققوا الصعود ان شاء الله باش ما بغاو ان شاء الله. حمزه شفناك اليوم ما لعبتيش في البوست اللي معودين عليه، ورغم ذلك قدمتي ماتش في المستوى. والحمد لله اخويا الفرقه ديالنا هادي في اي بوست بغاونا اجي نلعبوا معاهم، واجي لقاونا ان شاء الله بحال البوماده الصفراء كما تنقولوا، حيت الفرقه هادي تنحبوا وتنموتوا على التوني، وفي اي بوست كما قلت لك واخا يحتاجوني حتى في الكوله ديال اللعب. والحمد لله هادشي هذا جا برضه الوالدين والمجموعه، والحمد لله تنبغيو نجيو هذا الانتصار للجمهور اللي يسر.